السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة، أو نذكر ضيفانا لهذه الحلقة، السيد ركان أبو أنس وأيضا السيد مراد الشيشاني، وهما شابان من فرسان التغيير. سيد ركان أبو أنس، بنرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية من منجرة اللمسة الفنية لكافة أعمال المنجور والديكورات. بنقول لك مساء الخير. مساء النور سيدي، حياك الله. سيد ركان، أنت أشهر من أن تعرف كشاب من فرسان تغيير، ما شاء الله عليك. أنت والسيد مراد الشيشاني في منجرة اللمس الفنية لكافة أعمال المنجور. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر بالبداية مع السيد ركان، من هو السيد ركان أبو أنس؟ سيدي أنا معك ركان إسماعيل فرح الأنس العقرباوي، إحنا طلاب أنا ومراد الشيشاني، يعني توجيهي صناعي، درسنا صناعي نجار وديكور. نعم. واستمرينا في المهنة الحمد لله والصنعة، وتعلمنا وفتحنا محلنا يعني هذا. نعم. وفضل الله يعني الحمد لله، زي ما انت شايف يعني الأمور تطورت يعني والأحسن يعني الحمد لله. بالتوفيق سيد ركان. سيد ركان، تحدث الآن عن تأسيس هذه المنجرة، منجرة اللمسة الفنية، أكيد اسمها مسمى. نعم نعم، والله احنا بنعتمد لمساتنا الفنية وإتقاننا وشغلنا وإبداعنا بالعمل، يعني بحيث انه يعني نقدر ننافس بالسوق ونشتغل شغلة ممتازة ومميزة للزبون طبعا، لأنه في منافسة كثير من الأجنبي والمحلي والكذا. نعم. فلازم احنا نشتغل على شغلنا وننافس فيه قد ما نقدر، يعني نبدع فيه بالشغل. أكيد. ومن هذا المنطلق يعني سمينا اسم منجرة اللمسة الفنية، يعني نحاول نعمل لمسات فنية بشغلنا. أكيد، من صار على الدرب وصل كل مجتهد النصيب. سيد ركان، نتحدث عن أهم الخدمات، نتحدث عن أنواع الخشب، الاستيراد والتصدير، وايضا تحدث عن التميز. والله يا سيدي شوف، احنا يعني بنستعمل بشغلنا افضل انواع الخشب الموجوده في السوق الحالي طبعا. نعم. واللي هي يعني بتوفر عند بعض الشركات المعروفه هنا في الاردن طبعا، واستيرادهم طبعا الشخصي. نعم. وبنحاول مثلا افضل انواع الخشب اللاتي، مثلا ملبس خشره بلوط، البي بي سي، الهاي جلوس مثلا، اي خشب نازل حديث على السوق برضه بنحاول نشتغل فيه وننزله على شغلنا وندخله على شغلنا، على اساس برضه نظهر الشغل الموجود خلينا نقول بالشركات الكبيره. نعم. واللي بالسوق خلينا نقول. نعم، التميز وجوده العمل لها دور مهم اكيد في هذا القطاع. من اين جاء هذا التميز لمنجره اللمسه الفنيه؟ يا سيدي العزيز، احنا الحمد لله اول شيء تعلمنا عند معلمين يعني كويسين ومحترمين ومعلمين كبار زي ما بيحكوا بالصنعه. نعم. وفضل الله يعني بتوفيق الله يعني اجتهدنا برضو على الشغل وعلى الصنعة، وصلنا يعني نتعلم الشغل الصح وندور برضو حتى في النت أو اليوتيوب أو أي مكان بيساعدنا على عملنا وننظف شغلنا، برضو صرنا احنا ندخله على شغلنا هذا الاشي. جميل. الاستيراد والتصدير هذه الأخشاب من أين؟ هذا والله بتبع للشركات المحلية تستورد الخشب. نعم. كعمدة البيت مثلا، كالعصامي، عبد الأحد قطان. نعم. يعني أنواع الخشب بشكل عام. نعم والله بطبيعة عملنا يعني نستعمل عدة أنواع بخشب، مثلا الواح المصنعة بيسموها مثلا اللي هي اللاتية. نعم. زي ما حكينا هاي جلوس مثلا، ال HDF خشب، كل أخشاب مواصفات عالية، الزان الألماني مبخر مثلا. نعم. السويد، جوز كذا، أشكال أنواع كثيرة من الأخشاب. عدة أشكال مختلفة وعدة أنواع من الخشب. يعني كيف ترى إقبال المواطنين؟ أكيد في نوع معين في الأردن بتلاقي كثرة الناس على هذا النوع يعني من الخشب. والله بشكل عام هي يعني إنه مثلا في زباين بدور على إشي نظيف والخشب نظيف، بيعتقدوا مثلا إنه مثلا في ناس تسأل أو الشغل الجاهز مثلا أغلبه مش خشب مش نظيف مثلا يعني، فبيجوا على منجرة مثلا زينا إحنا مثلا أو ناس معروفين وشغالين للزباين من معارفهم كذا، بيجوا على خشب مثلا اللاتي مثلا شغل مثلا يعني في لاتي وزان وكذا وشغل عملية يعني، يعني ما في نوع خشب مش نظيف زي ما بيحكوا أو نظيف. نعم. شوف إحنا نسبة طبيعة عملنا النجارين إحنا مثلا نعتمد شغلة اللي هي إنه المصنعية قبل الخامة. نعم. نظافة الإيد وشغل الإيد وجودة الإيد هاي، من ثم مندور أنظف أخشاب اللي هي مثلا الغرف النوم مثلا، البوفيهات، الديكورات. نعم. مثلا لاتي ملبس خشرة بلوط، زين ألماني البخر. يعني شو بتنصح السادة المشاهدين بأي نوع من الخشب؟ حسب الشغل طبعا، كل واحد حسب شغلته اللي بده، يعني قشرة بلوط نظيف، الزين نظيف، السويد يعني، بس حسب الشغلة والمطلوب يعني هي باب أو بوفيه أو مطبخ أو كذا يعني البلوط سلد المطابخ. نعم. يعني احنا بنحكي جودة العمل لها الدور بغض النظر عن أنواع الخشب. نعم أكيد، هي جودة العمل أول شيء مثلا أو أول شغلة مثلا، بعدين إنه الخامة مثلا نحكيها. جميل. وبعد ذلك بنحافظ إن نجيب خامة نظيفة وكسوارات نظيفة طبعا. جميل. يعني سيد ركان، كيف ترى تطور قطاع الأخشاب في الأردن؟ هل هو متطور بشكل ملحوظ؟ والله بصعوبة شوي أنا أعتقد. شو السبب؟ السبب إنه في يعني شركات كثيرة مثلا بتجيب أجنبي. نعم.
ومستورد وكذا، وهاب بضر خلينا نحكي الصناعة المحلية إلا اللي بيحاول ينافسوا يجتهدوا يوصل الإشي اللي كويس هذا. ذكرت بضر الصناعة المحلية، هل تواجهون أي مشكلات أو معوقات في هذا القطاع؟ والله الحمد لله بشكل عام لا، يعني بس هي شغلة الاستيراد هاي، انه مفتوح باب استيراد على مصراعيه زي ما يقولوا، يعني زي ما يحكوا بالله هذا، فهذا اشي بيؤدي ان الناس تقبل عيش هذاك، بس لما يعرفوا انه هذا كويس هذا بدهم فترة. هنحكي انه يعني عبر شاشة قناة جوسات، ما هي طموحاتكم سيد ركان؟ والله يدعموا الصناعيين بشكل عام يعني خلينا نحكي، ويخف علينا الضرائب وعلى استيراد الاخشاب وكذا، عشان الناس يقدروا ينافسوا هون الصناعيين المحليين. جميل. نتحدث عن عدد الكوادر الان في هذه المنجره. والله تقريبا احنا يعني يقارب يعني من 8 إلى 10 اشخاص طبعا، احنا عشان يعني عندنا مثلا قسم دهان، قسم للمنجره. جميل. ذكرت قبل قليل جوده العمل، اكيد ذات كفاءات ذات خبره اكيد في هذه المنجره. نعم الشباب نعم. لله الحمد طبعا. نعم. يعني نعم. عندنا معلمين ما شاء الله متمرسين زي ما بيحكوا، وشباب صغار يعني زي ما تفضلت فرسان التغيير، يعني فرسان التغيير يعني. جميل جميل. يعني انا صراحه يعني بشجع كل شاب بيسعى دائما للعمل، بيسعى للتغيير. وشو بتحب توجه رساله للشباب دائما العاطلين عن العمل للاسف وعندهم ثقافه عيب للعمل؟ والله احنا موجهين رساله انه يعني يقبلوا على الصنعه وعلى المهنه والوظيفه، ويصبروا شويه، يتحملوا يتعبوا فيها يتعلموا، لانه الناس الايام الشباب يدوروا على الوظيفه الجاهزه، ما بدهم انه يتعب صنعه ومهنه. الصنعه ممتازه ومحترمه وكويسه. جميل. بس بده واحد يتعب عليها ويتحمل فيها ويصير فيها. خلينا نحكي سيد ركان، قبل نهايه هذا اللقاء، ما شاء الله عليك شاب من فرسان التغيير، نحن نعيش في منظومه نعمه امن وامان. لو قدر لك في هذه الايام انت قبلت مجلة الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذا القياده الحكيمه، في ظل هذا القياده الرشيده، ماذا ستقول له؟ والله يا شيء نقول الله يطول عمره ويحفظه ويخلي لنا اياه طبعا، ويديم عزه وملكه ويديم نعمه الامن والامان على البلد هذا. ونوصي انه يهتموا، يعني يوصي مثلا وزاره الصناعه او التجاره او الامان او كذا، اي واحد بتعلق بمهنتنا احنا، انه يحاول يساعد الصناعي باي طريقه، ويهونوا عليهم الامور والاجرات والتراخيص والشغلات هذه، يعني من باب يدعموهم، لانه احنا الصناعي بنشكل يعني نسبه من المجتمع، خلينا نقول كل واحد عنده عده عيال. نعم. فلازم هذول نكون مهتم فيهم يعني. أكيد أكيد. بضم صوتي إلى صوتك سيد ركان. سيد ركان أبو أنس، إن شاء الله أكيد وزارة الصناعة راح تظهر هذا اللقاء، أكيد أكيد شخص من هالموظفين راح يظهر هذا اللقاء، أكيد إن شاء الله صوتك وصل عبر شاشة قناة جوسات. لكن أيضا حماة الوطن العين السارة، شو بتحب توجه لها رسالة؟ الله يعطيهم العافية. والله يعني نشكل أول شيء نطرحهم على شهداء الوطن والواجب جميعا، يعني من أقصى الشمال أقصى الجنوب، وهم العين الساهر علينا وبحمونا، واحنا بنحبهم ونوجه تحية شكر وتقدير وعرفان يعني. والله يديم عزهم ويقويهم وينصرهم يا رب. اكيد ان شاء الله. الله عمر سيدنا ابو حسين، الله يطول جلالة عمر الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، وايضا الجهات الامنية، الله يرحم شهدائنا، الله يقوي اهليهم، الله يديم البلد الامن والامان لهذا البلد ان شاء الله، ما دام وجود الاستقرار وجود الاستثمار. لكن ايضا حابين نحدد للساده المشاهدين موقع منجرة اللمسة الفنية لكافة أعمال المنجور، وشو المقصود بالمنجور؟ إحنا في ماركة عمان، ماركة الشمالية، مقابل مغفر أمن ماركة. نعم. أنا سألت سؤال، شو المقصود بالمنجور؟ منجور اللي هي النجار، يعني مصطلح من النجارة، خلينا نقول منجور يعني أي شيء بتنجر هيك، يعني منشغل بالإيد. جميل جميل. أنت موقعكم منشغل بالإيد، خلينا نحكي. نعم موقعكم أكيد موقعكم بماركة، وأرقام الهواتف أكيد لديكم صفحة على الفيسبوك أو الويب سايت. إحنا أرقامنا 0796906162. نعم الأرقام تظهر على الشاشة. نتمنى لك توفيق سيد ركان أبو أنس ولهذه الحلقة. لكن الآن سنواصل حلقتنا مع السيد مراد الشيشاني، والله يعطيك العافية لجهودك معنا لهذا البرنامج. الله يا سيدي، شكرا لك سيدي، شكرا لك، شكرا لقناتك العزيزة. وأيضا نواصل حلقتنا أعزائي المشاهدين مع السيد مراد الشيشاني، أكيد له الباع الطويل في هذه المنجرة، منجرة اللمسة الفنية، شريكة السيد ركان أبو أنس. سيد مراد، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد مراد الشيشاني؟ تفضل. مراد أحمد مولد الدين الشيشاني، أنا سكان الزرقاء، تعلمت نجارة في الصناعي أول شيء، واستمريت في الصناعة، والحمد لله فضل من الله أن فتحنا المحل اللمسة الفنية وشغالين في نجارة. نعم يعني سيد مراد احنا نقول جهودك مشكور أنت والسيد ركان، لكن حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، أكيد في ناس بيحبوا من المواطنين يفصلوا أكيد خزانات بأنواع مختلفة من الخشب، شو بتحب توجه لهم رسالة؟ والله طبعا شغل التفصيل معروف انه بدوم العمر، مش زي الشغل اللي خلينا نقول المستورد، يعني المستورد ما بضل فتره طويله، هو يعتمد على الشكل اكثر من الجوده. احنا الحمد لله بفضل الله بنشتغل الجوده والشكل، وهذا الحكي طبعا طبعا اكيد الحمد لله بفضل الله طبعا بنشتغل احنا كافه انواع المنجور، يعني مش بس انه شيء معين وبس، يعني جلوس
غرف نوم، مطابخ، ابواب. فهذا الحكي يعني انا كون انا بنشتغل يعني كم من الشغل، الحمد لله بفضل الله احنا برضو بنساعد من يكون انه السوق يعني المنتج الوطني نحاول انه يكون بافضل شكل وبافضل خلينا نحكي صوره عن شغل الوطني، عرفت كيف؟ نعم يعني كلامك جميل. انا سيد مراد الشيشاني، يعني فصلتوا الخزانة للمواطن وزبطوا وضعها وما شاء الله عليها من خشب معين بأيدي ماهرة، أيدي ماهرة من جيل الشباب. هل الدهان له أكيد أنواع ممكن مختلفة بيجيبوهم من السوق المحلي، لكن هل له دور مهم أيضا؟ أكيد طبعا، الدهان باعتباره هو فينش الشغل يعني. يعني سيد مراد خلصنا أكيد الغرفة النوم الفينيشنج نحكيها، هل الدهان له دور مهم أيضا بجودة العمل؟ أكيد، لأنه هو الفينيش النهائي للشغل يعني، هو بين المنجور للخشب تبعنا الدهان، فله دور كبير في الشغل يعني. يعني أكيد صوتك وصل عبر شاشة قناة جوسات. وزارة الصناعة والتجارة شو بتحب توجه لهم رسالة لحل أي مشكلة بتعانوا منها في هذه المنجر؟ والله احنا من يعني من ايد انه يشجعوا الصناعه الوطنيه، انه حتى المصالح الصغيره زي مصالحنا احنا معيشه عيل يعني، مش بس انه يعني مجرد صنعه انا بشتغل فيها، لا في عائلات عايشه من وراها هاي الصنعه، لو انها صنعه صغيره منجره صغيره او كذا او يعني هذا، بس عائلات عايشه وراها يعني، مش احنا مش شركه او مصنع كبير، بس فضل الله انه في عائلات عايشه من وراء المصلحه الصغيره هاي يعني. نعم احنا بنوجه نداء اكيد دائما وابدا سيد مراد الشيشاني لوزاره الصناعه والتجاره انهم يراعوا ظروف المواطنين، مش عنده مثلا استثمار صغير بصير يعني عنده شركه او شغله كبيره. ان شاء الله صوتك وصل، ان شاء الله راح ينظروا في عينه الاعتبار اكيد بكل مستثمر او تاجر او شاب. بالعكس احنا دائما نسعى للاقتصاد وللتغير من جيل الشباب، نبعد البطاله ونبعد ثقافه العيب. ان شاء الله صوتنا وصل عبر شاشه قناه جوسات. سيد مراد اكيد لكم طموح ان شاء الله انحلت هذه المشاكل البسيطه، نحكي الروتينيه من وزاره الصناعه. ما هي الطموحات؟ هل ان شاء الله في يوم ما ان شاء الله نلاقي عندكم شركه او تتوسعوا وتنتقلوا لموقع اخر؟ باذن الله ان احنا نيه ان نعمل مصنع، ما هو عقدنا ان شاء الله باذن الله شوي شوي احنا يعني في طموح وماشيين له. احنا كنا في منجره اصغر من هاي، وفضل الله اعطانا منجر يعني اكبر شوي، وفضل الله ان شاء الله انه بنكون قدام افضل افضل باذن الله. نعمه الامن والامان، نتمنى لكم التوفيق، اكيد لها دور مهم دائما وابدا. شو بتحب توجه رساله اكيد لهذه النعمه وايضا للجهات الامنيه وجلاله الملك ان شاء الله يخلينا اياه؟ اول شيء الله يعطيهم الف عافيه وعظم الله اجرك يا وطن على اللي صار، الاحداث اللي صارت، و اللهم صل وسلم. احنا بفضل من الله اول شيء انه نعمه الامن والامان يعني عظيمه جدا، بس مش حاسين في قيمتها. فان شاء الله انه يعني من الاحداث اللي صارت، الله يرحمهم الشهداء، الاحداث اللي يعني خلينا نقول بسيطه بالنسبه للدول اللي حوالينا، فباذن الله ان شاء الله تكون هاي رساله لل خلينا نقول للشعب اللي يتعظوا من اللي صار يعني. ان شاء الله ان شاء الله، الله يرحم امواتنا، الله يديم هالبلد ويديم نعمه الامن والامان. اتمنى لك التوفيق سيد مراد وايضا سيد ركان. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لشابين من فرسان التغيير ولهم طموح ورؤيه مستقبليه، وهو السيد مراد الشيشاني وايضا السيد ركان، ركان ابو انس من منجره اللمسه الفنيه في مركة. من لك توفيق سيد مراد وشكرا جزيلا لدعمك ايضا. حياك الله، انجازات وطنية. الله يسلمك، الله يعطيك الف عافيه. الله يعطيك العافيه. وايضا سنقوم بجوله بكاميرا انجازات وطنيه اعزائي المشاهدين الكرام داخل منجره اللمسه الفنيه في منطقه مركة. هذا الأردن أردن
سلم الاطراف.